السلام عليكم. اتسمحوا لي بزاف على الحلقه ديال نهار الجمعه ما قديتش اللوحه. ملي تنفكروا في الطوموبيلات اول حاجه تتجينا في بالنا واش ديزل ولا اسانس. كاين اللي تسولوا على الفرق بين ديزل والاسانس عاش يقول لك اللي يقول لك الاسانس خفيف كاين يقول لك الديزل خصو يتسخن مع الصباح والاسانس ما تيسخنش. كل واحد الراي ديالو في هذا المجال. حنا اليوم غنهضروا على جوج ديال المحركات وغنبينوا كل واحد كيفاش كيخدم. اول حاجه غنشرحوا المحرك كيفاش كيخدم. المحرك فيه دي بيستون كيطلعوا كيهبطوا كاين لي بيال وكاين فيل بروكان كيدوز لينيرجي بوطا فيتاس ومن بوطا فيتاس كدوز للروايد اش كتخرج ديك لينيرجي. المهم هذا شرحت لكم غير بعجاله. المحرك ديال ليسونس سي سامب الريح وليسونس تيجيو كيطلع البيستون البوجي كيعطي الضو كيطرى انفجار. داك الانفجار كيطرى كيدفع البيستون تحت تما كتخرج لينيرجي وابري كيتحل السوباب ديال ليشافمون باش كيخرجوا دوك لي غاز اللي تحرقوا. المحرك ديال ديزل هضره اخرى كيدخل الريح كيتكومبريسا شويه كيدخل من موراه الديزل كيتكومبريسا تما كطرى ليك اكسبلوزيون بوحدها بلا بوجي بلا حتى شي حاجه كيكون واحد الضغط كبير. هذا هو الفرق. المحرك ديال الاسانس فيه بوجي والاخر الراسو كيدير الانفجار ما محتاجش البوجي. وكاين غيقول لك راه حتى الديزل فيه واحد البوجي هذاك البوجي ديال البريشوفاج هذاك ديال الصباح حيت الصباح ما يمكنش كيكون المحرك بارد الانفجار باش كيعاونو كيكون هذاك البوجي ديال البريشوفاج كيسخن باش كيطرى الانفجار مي ابري صافي كيرسى. المحرك ديال الديزل راه تقيل بزاف على المحرك ديال ليسونس ويكون تيصبر حيت كاينه لا بريسيون بزاف طالعه. وحيت المحرك ديال الديزل تقيل ما كيكونش ما كيعطيش لي تور بار مينوت بزاف ماشي بحال ديال ليسونس. وستفهم واحد الحاجه ان ليسونس خفيف على الديزل. ليسونس كيتحرق دغيا راه الا درتي تجربه هزيتي ليسونس وحطيتيه في واحد البلاصه كبيتيه حدا الديزل غتلقى ليسونس دغيا تبخر. داكشي علاش تيتكونسوما بزاف. كاين اللي كيبغي الديزل كاين اللي كيبغي ليسونس. الديزل تينفع للطريق الطويله لانه ما كيكونسوميش بزاف وكيصبر. كل واحد فيهم عنده لي زافونتاج ديالو. نبداو بالاسانس. طوموبيل اسانس ديما تكون رخيصه على الطوموبيل ديزل. اول حاجه الصوت ديال المحرك تيكون ناقص تكون ساكته الطوموبيل وبالفعل تيكون سبورتيف. ديما الاسانس تيكون سبورتيف على الديزل ولا بوليسيون ناقصه فيه وبيان سور اي لي بلو فيابل. المحرك ديال الديزل لي زافونتاج ديالو انه اقتصادي. بلان ديال الديزل غيضرب لك كيلومتراج بزاف على البلان ديال الاسانس هذه اللي كلشي عارفها. وهو محرك ديزل فيه لا بريسيون طالعه وهذا كيعطيه واحد القوه في الديماراج يعني الكوبل ديالو ديما تيكون طالع على ليسونس. طوموبيل ديزل باش تكون رونطابل خصك تفوت 20000 كيلومتر في العام. الا كنتي ما كتضربش بها بزاف احسن لك خذ ليسونس. وكيبقى واحد الديبا كبير في لي جروب هادشي ديال الطوموبيلات كيضروا على ليسونس وديزل. كاين لي برو اسانس وكاين لي برو ديزل. انا شخصيا عمري دوزت شي طوموبيل ديزل حيت لي تراجي ديالي ما كيفوتوش 10000 كيلومتر فسي غيان تكون عندي اون ديزل. وسقتهم بجوج وكاين الفرق في بزاف الحوايج. ديزل عنده الكوبل اباريجي يعني لاكسيليراسيون الاولى كتحس بان الطوموبيل تجري بزاف واخا هما راه الا كانت الطوموبيل 110 دخل ديزل مع 110 دخل اسانس راه كيف راه هي هذيك لي شوفو اللي كاينين هما بصحت ان لونتروتيان ديال ليسونس كيتقام رخص من الديزل. لي بياس في الموتور ديزل كيتوزاو دغيا ترا كيما قلت لكم الموتور فيه لا بريسيون طالعه بزاف وكلنا كنبغيو ليسونس على واحد الحاجه. الناس اللي محتاجين طوموبيل لغرضهم اليومي للخدمه كيضربوا كيلومتراج بزاف احسن ياخذوا ديزل. الناس كيقلبوا على المتعه بليزير سوغان يمشي ياخذ ليسونس. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه. الحلقه الجايه غتكون مهمه بزاف عندها علاقه بلي باسيوني اوتوموبيل لي جروب الناس ديال اليوتيوب اللي كيهضروا على الطوموبيلات. كنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنساوش تخليوا لايك ولا عجبتكم لاشين تابوناو ليها.